السحب من الاحتياطيات استراتيجية، خطوة غير معتادة لجأت إليها أكبر الدول المستهلكة للنفط مع ارتفاع أسعاره في مواجهة امتناع الدول المنتجة عن زيادة الإنتاج. هذه الخطوة دفعت منظمة أوبك لتنظيم عقد اجتماع لأعضائها الأربعاء المقبل لمناقشة سبل معالجة الموقف. إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه سحب 50 مليون برميل من احتياطي النفط بالتزامن مع إعلان مماثل من مستهلكين رئيسيين آخرين كالصين والهند يهدف لخفض أسعار النفط بعدما فشلت محاولات إقناع أوبك بزيادة الإنتاج بسرعة أكبر، وعللت المنظمة موقفها بالقلق من أن عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب كما حدث في ذروة الوباء. هذه الأحداث تتزامن مع موسم الأعياد في الولايات المتحدة، حيث يشكو المستهلك الأمريكي من ارتفاع فواتير الوقود وغيره من السلع وسط توقعات بتحسن الوضع مطلع العام المقبل حسب ما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم. أما الجهد المنسق بين الدول المستهلكة للنفط فينظر إليه على أنه رسالة واضحة لإخبار منظمة أوبك أنها ليست اللاعب الوحيد في سوق النفط. الوكالة الدولية للطاقة انضمت إلى صفوف المستهلكين مطالبة على لسان رئيسها فاتح بيرول منظمة أوبك باتخاذ الإجراءات الضرورية للمساعدة في خفض أسعار النفط إلى مستويات معقولة، واستهدف بتصريحاته بشكل خاص روسيا التي قال إنها تستطيع بسهولة زيادة الصادرات إلى أوروبا بنحو 15% وطمأنة أسواق الغاز الأوروبية بشكل كبير. خطوة السحب من الاحتياطات استراتيجية رغم أهميتها ينظر لها على أنها خطوة رمزية ولا تخلو من مجازفة، فهي قد تدفع منظمة أوبك في أحد اتجاهين، إما إعادة النظر في استراتيجيتها والموافقة على زيادة الإنتاج أو إبطاء وتيرته. للحديث والنقاش حول هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسة العالمية باولو فون شيراك، وكذلك ينضم إلينا من جدة عبر خدمة سكايب دكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. دكتور محمد ضيفي من جدة، أريد أن أبدأ معك، ما أقصى ما يمكن لأوبك أن تعمله حيال ما تم الإعلان عنه من قبل الولايات المتحدة والصين والهند وغيرها من الدول باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. في البداية أود أن أصحح ما ذكرتموه بأن اجتماع أوبك كان أو تقرر بعد إعلان السحب من الاحتياطي. هذا غير صحيح. اجتماع أوبك مرتب له من بداية نوفمبر حينما اجتمع تحالف أوبك بلس وذكر وزاد الإنتاج ب 400 ألف برميل، وذكر بأن اجتماعه القادم سيكون في الثاني من ديسمبر الأربعاء. ولكن هذه القضية ستكون هي محور اللقاء، ليس كذلك؟ محور اللقاء أكيد. لا هي لا هو بغض النظر، الأوبك دائما وأبدا أو تحالف الأوبك يجتمع من أجل أن يقرأ السوق ويرى ما إذا كانت هذه الزيادة على 400 ألف برميل كافية لتحقيق التوازن في الشهر القادم اللي هو شهر ديسمبر، أم أن هنالك حاجة لزيادتها أو تخفيضها. فهي ليست موجهة لقرار السحب. قرار السحب من المخزون حتما رمزيا كما ذكر تقريركم، لا أتصور أن يكون له تأثير إلا لو استمر لفترة طويلة، ونفس الدول المستهلكة هو حتما أقل من نفس دول الأوبك، ولكن الأوبك لا تعمل وفق قرارات وقتية، وإنما هي ترى ما هي طبيعة الأسواق وماذا يحدث في الأسواق، وعلى ضوئه من خلال اللجان الفنية وعلى ضوئه يتم تبني القرار. طيب. سواء زيادة أو استمرار في نفس الموضوع. ضيفي سيد باولو فون شيراك، ضيفي من جدة، يقول بأن هذا القرار يعني إلى حد الآن على الأقل هو قرار رمزي لا يؤثر، وبالتالي مجموعة أوبك هي تجتمع سواء كان بوجود مثل هذا القرار السحب من الاحتياط الاستراتيجي أم لا. هل توافق على هذه الفكرة بأن السحب الآن من قبل الولايات المتحدة، الهند، الصين وغيرها لا يؤثر كثيرا على الأسواق؟ أنا أتفق كلية مع زميلي من السعودية، على المدى الطويل هذا لن يحدث فرقا
لأن هذه عبارة عن إيماءة، هذه لفترة محدودة، والعالم سوف يستوعب ويمتص هذا الإمداد الإضافي من أمريكا ومن دول أخرى بمقادير أقل، وأنا لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تداعيات عملية على المدى الطويل، ولكن ما سيحدث فرقا هو المقاربة المختلفة من جانب إدارة بايدن لقطاع النفط في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لديها إمكانيات إضافية هائلة لزيادة إنتاجها بشكل منتظم، ولكن لم يكن هناك تشجيع لذلك من جانب سياسات بايدن الخضراء التي تود أن تحد من التنقيب هنا وهناك، وهذا جعل حياة شركات النفط صعبة، وهناك الإضافة للتغير المناخي إلى آخره. ولكن المنتجون الأمريكيون مترددون في إنتاج النفط محليا على ضوء هذه الأوقات فيما يتعلق باللوائح التي تفرض على هذا القطاع. إذن الإنتاج الأمريكي لن يزيد، ربما هناك إمكانية لمليون في اليوم، وهذا لن يغير الموقف خاصة في هذا الوقت الذي ازدادت فيه الأسعار، وهناك إفراج بسيط عن النفط من المخزون الاستراتيجي. سيد فون شيراك، أريد أن أبقى معك. ذكرت الإدارة الأمريكية الحالية وكيف تتعامل مع الملف النفطي. في سابق بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب كانت هناك أيضا مشكلة في الأسعار، ولكن كان هناك ضغط على أوبك، وبالتالي كانت هناك إمدادات كبيرة من النفط وقد تدنت الأسعار بشكل كبير. هل القضية متعلقة بالضغط من عدمه؟ هل هكذا نستطيع أن نفسر الأمور على أوبك أقصد؟ لا أعتقد أن بإمكاننا الضغط على دول أوبك. دول أوبك لديها اليد الطولة لأنها تتحكم في الإنتاج، ولا أعرف ما هو نوع الضغط الذي يمكن أن نمارسه. القرارات مبنية على العرض والطلب ومحاولة زيادة الدخل النفطي، هذا شيء مفهوم، إنها تود أن تحمي نفسها. هناك دول الأوبك وروسيا هي تريد أن تحصل على أفضل الأسعار، ولكن لا تريد أن تخنق الاقتصاد العالمي عن طريق رفع أسعار النفط لمستويات عالية جدا، ربما تزيد الإنتاج تدريجيا مثلا 400 ألف كما قالوا، ويمكن أن يضيفوا 100 ألف. هناك النفوذ الوحيد لدى أمريكا هو زيادة إنتاجها النفطي، وهذا غير محتمل نتيجة للوائح واضح التي تم إيجادها لأسباب لها ما يبررها. إدارة بايدن تريد سياسة خضراء وهي لا تريد النفط، والأسعار الآن عالية جدا، والمستهلك الأمريكي كما أشار تقريركم يعاني كثيرا، لأن الأسعار عند مضخات البنزين عالية جدا، وملايين الأمريكيين يريدون السفر بالسيارة. طيب، لا يمكن أن تحبط الإنتاج وأن يكون هناك سعر قليل. دكتور محمد صبان، بداية حضرتك تضحك، يعني يقول لك يريد البيئة الخضراء ولا يريد النفط. الآن الذي يتابعنا، يعني نحن المواطن البسيط الذي يريد أن يستثمر أو يستخدم النفط بأسعار معقولة وليست بأسعار مرتفعة، ماذا تريد أوبك؟ متى يمكن أن تنخفض هذه الأسعار؟ الأسعار تخضع للعرض والطلب، والتحالف أوبك يحاول أن يجد توازن في الأسواق، ويحاول أن يوازن بين إذا كان هنالك فائض في المعروض بداية العام القادم كما هو متوقع، ليس نتيجة السحب من المخزون وإنما نتيجة لانتشار حالات كورونا في أوروبا وغيرها، قد يؤدي هذا إلى فائض في المعروض. وقتها قد تخفض الأوبك، تحالف الأوبك يخفض من الزيادات الشهرية المعتمدة، والعكس صحيح. لو كان هنالك نقص في المعروض كما تصوره الولايات المتحدة، فإن تحالف أوبك سيزيد من الإنتاج أكثر من 400 ألف برميل. ولكن في كل الأحوال أعتقد أن الرئيس بايدن الأخضر يحاول من جهة هو يحارب النفط،
بحجة تغير المناخ، ومن جهة أخرى هو يطالب دول التحالف أوبك بزيادة الإنتاج. هذا تناقض. وأيضا رئيس وكالة الطاقة الدولية الذي ذكرتموه فاتح بيرول، هذا أصدر سيناريو، أو الوكالة أصدرت سيناريو بضرورة وقف الاستثمارات جميعها في النفط والغاز، وحتى نصل إلى مستوى الصفري بحلول عام 2050. هذه كلها سيناريوهات غير واقعية. النفط سيستمر في الأسواق هو والغاز لعقود قادمة شئنا أم أبينا. ولذلك الفشل الذي لحق بمؤتمر غلاسكو كان واضحا. هناك اختلافات كبيرة حينما بدأنا نتحدث عن الواقع والأمر الواقع، وجدنا أنه لا يمكن تمرير هذه السياسات التي ستطيح باقتصادات العالم باسم تغير المناخ أو مواجهة تغير المناخ. يعني الآن صارت يمكن الحديث عن بقاء فيروس كورونا مفيد من هذه الجهة بأنه سيخفض ويدعو إلى تخفيض مؤقتا. هذا إذا استمر فيروس كورونا إلى الربع الأول من العام القادم، حتما ستأخذ تحالف أوبك يأخذ هذا في الاعتبار ويخفض من الزيادة 400,000 برميل. لن تكون هنالك زيادة 400,000 برميل، وبالتالي الأسعار ستستقل عند مستوى $80. ورأينا بعد إعلان الرئيس بايدن ومجموعة من الدول السحب ارتفعت الأسعار عكس ما كان متوقعا، واليوم الأسعار في حدود $82 للبرميل من خام برنت. سيد باول فون شيراك، إذا كانت الولايات المتحدة لا تملك أي اليد الطولة والتأثير على أوبك، وأيضا يتوقع بأن السحب من المخزون الاستراتيجي لن يكون طويل المدى وإنما هو في الفترة الراهنة، ما هي الخيارات المطروحة للولايات المتحدة على الأقل الآن يعني الحد من ارتفاع هذه الأسعار وبالتالي تجنب هذا الغضب الموجود في الشارع وهناك انتخابات مقبلة؟ أخشى أن الخيارات محدودة جدا. رئيس الولايات المتحدة ربما هو أقوى رئيس في العالم ولكنه لا يتحكم في أسعار النفط، هذا مستحيل. مرة أخرى الكل يتفق أن المسألة تتعلق بالعرض والطلب، إما يكون هناك تغير هيكلي في السياسات الأمريكية تجاه الوقود الأحفوري حيث أن بايدن هو ضد هذه وهناك لوائح ضد هذا ويجب أن تزال، أيضا هناك دعم من جانب الحزب الديمقراطي وحركة الخضر للسياسات الخضراء من ناحية. هو يود أن يشير إلى أمريكا بدون نفط في المستقبل، وكما قال زميلي وبشكل صحيح العالم يعتمد على النفط حاليا. ما سيحدث بعد 20-30 سنة لا نعرف، ربما تكون هناك تكنولوجيا جديدة، ربما سيارات كهربائية أفضل. شكرا. حاليا السيارات الكهربائية هي حوالي 3-4% من السوق. شكرا جزيلا على هذه المشاركة، أعتذر لأن الوقت قد انتهى لهذه المقابلة. شكرا جزيلا سيد باولو فون شيراك ضيفي من واشنطن وكذلك ضيفي من جدة الدكتور محمد الصبان، شكرا لكما على هذه المشاركة. شكرا لكم.